على الرغم من صغر حجم فاكهة المانجا نسبياً، إلا أن القيمة الغذائية عالية لها لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة. تمتلك فاكهة المانجا سعرات حرارية قليلة، ولكنها غنية بالألياف الغذائية، بالإضافة إلى محتواها الغني من فيتامين A الضروري للمناعة والنظر ونمو الجنين. ومن فوائدها أيضاً أنها تعتبر مصدراً لأهم مضادات الأكسدة القوية للجسم. في تقريرنا اليوم سنزور مزارع عفرين لنرافق المزارعين في عملية القطاف. أنا المزارع زياد رمزي، أبو رمزي من قرزاحل. بالنسبة هون أول شيء نحوش هون مانجا. المانجا هي صنف صنفين نفرزها عن بعض. الصنف اللي مستويات نبعتها على السوق، الصنف الما مستوي نحطها بالتخمير أو شيء اللي تخمر نبعتها على السوق. بالنسبة للمحاصيل عم نستخدمها، الدواء اللي عم نستخدمها غالي، كلها غالي، مثل ما دواء ما دواء كلها غالي، عم نشتري كلها بالدولار. وبالنسبة لموادنا المحاصيل اللي عم نبيعها كلها عملة تركية، أسعارنا مو زيادة. نتمنى نحن نفتح تصدير لبرا لكي المزارع يستفيد من وراء الشيء.